كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. المهم مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الفيديو جديد، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اخترنا اليوم ديروا فيديو شويه ديال الضحك، شويه ديال الكوميديا، شويه ديال التحديات. وما لقيت غير واحد الانسان نيت اللي صالح لهذا الشيء، واحد الانسان نيت كيصلح على هذاك الكلام. وفاش كيصلح هو خويا نصيف، مرحبا به في اللي اسمه عامر. شكون حرام الصحابه؟ زيد هادي اخويا كنزيد ما تقولوا ضحرم. السلام عليكم يا خوت، حتى كوك النون وياك. المهم باش الدخله ديالك عارف الدخله ديال هذا الصوره ديال زاد كذا اخويا كتدخل فيها اخويا. اليوم واش اخويا انت كعرف سلام اخويا زيد اخويا. شوف نديروا شكرا. السلام عليكم الخوت، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى انني تكرفت لكم على هذا السيد هذا. راه شحال هذا وفيق علينا وكيدير وكيفعل وتكرس على عباد الله ويصور ديالنا فيها يوتيوب برمطرطه. اليوم ان شاء الله انا وريدي الا كتب حتى انا ما عرفتش ان شاء الله غنتهلا فيها. المهم شوف شنو يطلع في الاخر، نتمنى تكونوا في الاخر الفيديو. اللعبه شنو هو الكونس ديال هذا الفيديو؟ ان شاء الله الفيديو غادي نخدموا عليه لو خيرك تقريبا. شحال من واحد كنت تفرجوا شي فيديوهات ديال الناس اللي خدموا عليه وخيرك. ما شاء الله حنا اليوم نخدموا طابع في ان شاء الله باذن الله. بقاو معنا باش تشوفوا شنو كاين. يلاه قبل ما نبداو التحدي نبداو شوف شكون اللي غيلعب له. شكون اللي غيلعب؟ تعطي الاخر الخيارات ديالو. انا ولا هو؟ على ثلاثه. لا على وحده. لا على ثلاثه. وحده. لا على خويا. لا على خويا يلعب على ثلاثه. يلا واحد ديمو واحد ديمو واحد ديمو واحد. يلا سير دابا انا دابا انا خوتي اللي غادي نبدا وهو غادي. يلا قام انا باش نبداو. يلا سير يلا نبداو اخوتي. لو خيروك ديالي الاولى خويا ناصر. لو خيروك ما خاينا تعيط لواحد من العائله ديالكم، باك خوك الوالده اختك اي واحد من العائله اقربهم، وغتقول له شوف راني خارج دابا غادي نهاجر ياك. راني غادي نهاجر دابا، راني خارج هي راني نتغدس معكم ولكن راني غادي نهاجر. اي ولا غتعيط لواحد صحابك وتقول له شوف غتجيب الدراري وبلا ما تضحك ولا ما تسقي قبيله، قول له جيب الدراري دابا راه حنا كنعينوكم حدا بئران زهران، راه كاين شي مخاريه تما كانوا ولاد شي ولاد هنايا كتعرفهم كيدابزو معاك وتقول له دابا لحق علينا. يلاه خطا اللي بغيتك. مشكلة هادي. يلاه يلاه اختار اختار. غادي نختار تاني. تاني هادي صح؟ صحابي اخويا حافظ مني شحال. جيب التليفون. اصبر اصاحبي. اوكي وفي كنت نعس ولا اييه اصاحبي؟ بغيناك ما لقيناك اصاحبي. اش بغيت؟ واش مسالي شويه دابا؟ ها واش راك مسالي شويه؟ قلت لك فين راك؟ وكنا انا والعالم جيت لي سي ديال حسن الثاني وشي تما مرضوا فينا اصاحبي. ويا صاحبي ما لقينا حتى شي واحد اللي فيك، ما عرفتش 16 لواحد ولا 17 مرضوا دين منا تما صاحبي. نودنا حنا ومن الدابيز تما يمكن غير مرض. وفين راهو دابا؟ راه مازال غير تما حنايا، حنا محبوسين في واحد القنطه ما خارجينش اليوم. عرفتي يا صاحبي بشحال راه جابوا شي صحابهم شي رويناك؟ حنا مع دقدقنا واحد عطينا المو العصا وراه جاب دراري صحابو كاملين. ويا صاحبي شوف الا مساليش شي بيكا راه الله حك وطلع لينا. واش كانت في العيكا قصباوي يا صاحبي؟ الله يحفظك ودابا نيست الله يسهلك. عرفت انا جيت القنطره تحت منا. القنطره؟ ولا كان معاك الا يوم مساري ولا شي عبد الغني ولا المهم شي دراري صحابك مساري يجيبهم الله يتوب عليك. وجيب شي عصا ولا شي ممرات تكرسوا عليهم اليوم ما فيهاش نقاش. لو خيروك ديالي الاولى نخيروك من الجواش تصوني امك ياك وتقول ليها هذو الوالده المسامحه انا راني مشيت الحريق هذه هذه ما عطاتني والو. يكون داكشي جدي. يلا اسف. ولا تاكل في بلاحه؟ راه في بلاحه. واش غادي بوك في بلاحه؟ تفضل. انا اللهم هذه ولا دايت لويله نقول لها ريما. بيان سور. انت مروك. واش غادي بردي ود الناس زدت البردة. لا بردة ما حارة نص نص الحمد لله. الصعبة ممكن نزود كمبك دابا هو جاب هو جاب مسكين لي انا حارة. مشيت للمول الخضار قلت ليه عطيني حرة راه السي ما عرفت كيف نديرها. ما عرفت جابش حارة ما جابش حارة. المهم زيد كنت تحت يا صاحبي. زيد زيد ها لو خيروك ديالي اسمع تختار مزيان راه ما كاينش طرف تصوني على بنت اسمع زين غتقول لها الو فلانه انا كنبغيك كنموت عليك ياك ولا نجيب لك واحد الخليط عندي وغنديروك فوق راسك وغتكمل به الفيديو بلا ما تغسل وجهك. تصوني على بنت نقول لها كنبغيك كنبقى عليك عادي الخليط
خلينا نعاودوا راسك مريده هنا يلاه تصون على السيده المهم هو تصون على السيده باش يقول لها راني كنبغيك مزيان ايه تعبنا عاودي المعاوده لا شنو علمت كده عبد الكريم الاول كان ضرب واحد الدري صاحبي المهم ما سمعتش بغيت نقول لك المهم بغيت نقول لك هيك انا بغيك وصافي وكان موت عليك عاد صافي مشعور بدك تحب خيروك ديالي الثاني سمعتي دابا لو خيروك بين جوج يا اما قلتي على الصون عرفتي الخصه ديالك ديال جريده اللي قدام اختار يا اما تلح فيها بحوايجك كل ما تلح بحوايجك ولا دير العقرب الحلقه كامله يلا اختار يا اخي اختار دابا خلينا دابا نتلاعب فيها انا ما عرفتش منك الاحساس راه كانوا كيعوموا الدراري ومنعهم حتى الله اعلم هرب ولا اش كدير ما صافيتش تختار انت مخير اللي بغيتي وبحوايجك بحوايجك المهم باش ما كنتي الحوايج ديالك تلح بهم وخصي يشوفك نفسك بغيتي ما عندي ما عندي اخويا العقل لا العقل جيب العقل معاك جايبو هذا شري 3 دراهم حق ربي انا ولي عليك شوف ذاك العقل كيدير في هذا عرفتي ذاك العقل الخضر كذا عرفتي عرفتي خضر كيولي حمر واش بتبدلو لا لا كبدلو لا العقل ميت العقل ميت ما نعقلش عليك صح تاع باشي ساعه ماشي خويا نمشي للخصه صافي هذا ما يسمرط الله يلاه شو بعد الكافيين ما يسقطنا على الخصه والله اللهم الخصه ولا يلا خويا العالم يلا وصل بقبل ما يبان الحساس صح جا الحساس راه جاي هبط اخي والله الا قلت لك صوتي حق قرب برافو ديالك خرج اخويا خرج لو خيروك واش غادي تلقى لك البلديه والسوق وغتشطح بها ولا غادي نجيبو لك حمار حاشاكم وغتقطر بها وسط الرسال وغتقول ونور به ندور به كاع ولكن حزوط لا برد حزوط وهادشي ماشي اليوم وهادشي اليوم السبت اخوتنا فاش كنصور يعني حتى لا غطا الا بغيت تشطح حتى لا غطا ولا بغيت تسرك فوق الحمار حزوت حتى نغطي بيعنا حزوت هي بلا بردعه ركب فيه الفوق منو إيه. وما تقول والو ركب لا عايزك ابو قادر لا انت غطا راك كنصبر بقى نقول له وي بي وي لا خويا شفت حل البلدي احسن شو قالك صافي شفت حل البلدي صاحبي يلا شفت حل البلدي هو السيده سيدي بغا يشطح لكم هنايا انتوما شوفوا واش تخرج للسوق قدام الناس وتغني حتى لقيت اللي تبغيني بغوات غادي تبقى حتى لقيت اللي تبغيني غادي تسول فيا ولا تاكل حبات ملوخيه حيه اختار حبيبي ديو بيزي اسم ملوخيه بيان سور كاين واش عرفتي دابا جيبهم داكشي صغير ديرو بعض الصغير كدو داكشي حبيبي حدو قدو اختار اللي بغيتي دير ملوخيه عامر شوف وهي دابا نقدر ناكل الملوخيه وهانيه يلا ما كناكلش غير طيب ما تسقيش انا فيك دابا اختار حدا باش تبكي عليا هنايا كل ملوخيه ولا خدك قلت تلقيت اللي تبغيني عادي حتى لقيت اللي تبغيني حتى يا تسول فيا غير كنت انا واحد كنت يا وحدي عاود 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 اللي تلقاها انا عاود اللي تلقاها ربي لا تاني بها دابا عندك جوج سيارات هو الخالد اللي جبت انا ما خصوش نهائي عندك الخالد اللي جبت انا ما خصوش يضحك لان خصك تفيد الفلوس واش كاين هذا عندك جوج اختيارات واش غتاكل جوج بيضات حيين ولا داك الخليط غنطرقو عليك قدام الكاميرا جوج بيضات حيين كسلو اصلا وداك الخالد كلو اخويا يلا سير ودي يلا ودي يلا يلا خلط تمك خلط خلط وخلط تمك انا بغيتك تخلط فرايبي واش غتصندير بسم الله الرحمن الرحيم وا ما تيرحش بسم الله الله اكبر سير 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 خلط خلط ودي خلط يا ربي السلام خلط باش تعلم خويت البيض ياه اصبر بلاش ربي يدير المرض سير كنديرو خلطاج اشرب اشرب
غير شرب مش غويش خلطوا بيديك خلطوا بيديك مش غويش انا خلطوا وخلطوا بيديك لما خلطوا غير بيدي خلطوا صاحبي خلط 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 ديالا ما يضحكش خلطوا صاحبي زيد خلط بسم الله سير 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 زيد ايه صافي اكسلينا برافو عليك عندك لو خيروك رقم 4 واش تخير تخرج الشارع انت حدي الشارع كلش على الشارع شو وتمشي بالحفا ديال كتجري في الشارع واش من ساعه من عقلها امك دايره ما بين ديك الطرف غطاش الله تخمم شي حاجه اخويا وتمشي في الشارع كتجري ياك ولا تغسل وجهك في كوكا كوبيل دار خويا كتغسل وجهك نوض تعال صافي تخلص تخلص داك كوكا بجدرا نخلص باش كوكا بجدرا ما عنديش صافي مشي صافي تغسل بها غسل بكوكا يلا سير اخويا اليوم تغسل اخويا العلاج اه علاش كتمشى هكاك علاش غسل غيطلع لامك تبارك عليه خلينا اخويا شويه نشربو خلي تبارك عليه اخويا عجبت يلا اخوتي كنشكر خويا نصيف بزاف على هاد اللعبة اللي دار معايا ابراهيم شكرا اخي ابراهيم اش خويا ابراهيم عايزين صاحبي مانتا احنا كنصوروا الاندلس خويا ابراهيم هو اللي كان تيصور كيعجبني الناس اللي كيصور حتى هما يبانوا لينا كيدير واحد المجهود كبير تيبان الكاميرا وهذه شي كلمه صغيره كلمه هي الله يسهلك اخي فاش كندير الله يحفظك خويا نصيف شكرا ابراهيم على هذا الشيء نتمنى ان الفيديو ينال اعجاب ديالكم هذا الشيء درنا غير باش نضحكوا ونشطروا نتمنوا انكم تضحكوا وتنشطوا وتدخلوا في حالكم نبدلوا الروتين ديال الفيديو مابقاوش غير في التعريف والبلاد وهذيك مره ندير شحال بحال هكا نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم اذا شفتوا شي حاجه ماشي هذيك حامضه حاجه اسمها لنا راه غير على قد الحال تاع حنا راه حنا كنحاولوا باش نديروا مجهود ديالنا باش نوصل لكم الضحكه بارطاجيو وديروا جيم الفيديو وديروا كومنتات زوينه ديالكم وانا صيف شي كلمه اخيره المهم نتمنى السيد ان يعجبكم ويكون عليكم خفيف ظريف المهم ما بغيناش نقص على السيد قصنا عليه غير شويه كنت تنظن ان غيدير لاكار اللي كل من الخيام ما فيهاش في الضرب شويه في السنان وكذا ليه ما كتبش ولكن اختلقها دار راسها اختلقها ياك عجبتك تبارك الله عليك يلاه كنشكركم بزاف وبيك اب لكم الله السلام عليكم